اتعلمنا ان ايد لوحدها مش كفايه وان اتحادنا دايما قوه. كل مره اتحدنا فيها حققنا هدفنا وقدرنا على كل تحدي. احنا اسره واحده، كلنا واحد، محدش يقول انت وانا، احنا البلد دي هتقوم بينا كلنا بفهمنا كلنا. والمجتمع المدني بمختلف تخصصاته ليه دور أساسي في التنمية وفي بناء الإنسان وتحسين مستوى معيشته، وهي دي أهم خطوة في مشوارنا إننا نكمل بعض. أنا بوجه رسالة لكل الناس اللي بتشتغل في المجتمع الأهلي. المجتمع الأهلي ده عبارة عن نوايا طيبة وخطط محطوطة علشان تشجع الناس على إنهم يصدقوا إن إحنا كلنا بنكمل بعض في عملنا. وعشان كده أنا بقول لكل الناس إن الناس تهتم بالرسالة دي، كل واحد في الجزء اللي بيخصه، لأن ده اللي بيؤدي في الآخر إن إحنا كلنا ننجح. فلذلك أنا يعني متحمسة جداً للمشروع، متحمسة جداً لأن الناس تقدر تعمل يعني رسالة أحسن وأوضح وتوصل للهدف النهائي. عام 2022 كان عام المجتمع المدني، فكان لازم يكون في رؤية جديدة نتحد عشان نكون أقوى ونقدر بجد نساعد الناس ونوصل للمستحقين في كل مكان في مصر. ومن هنا اتحقق الحلم، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أكتر من 30 مؤسسة مجتمع مدني قرروا أنهم يتحدوا ويكملوا بعض. التحالف كان أملاً، حاجات مهمة كنا بنسعى لبنائها بمفردنا، كل مؤسسة وكل جمعية وحدها. يمكن ده تحول غير مسبوق، أن يتحول العمل الأهلي إلى عمل وجزء من خطة الدولة، وده فكر جديد ومنظومة جديدة وغير مسبوقة. فكرة ممتازة لتجميع الجمعيات وإعطائها فرصة للتعامل مع بعض. ممكن يكون في أكثر من 3-4 جمعيات خيرية أو منظمة بيشتغلوا في منطقة واحدة ومنطقة تانية ما فيش حد شغال فيها، فلما نعمل تحالف ده بيخلي الجهود تتوجه لمكانها الصح. التحالف الوطني عمل بيئة مختلفة في التعامل بين المؤسسات والمجتمع المدني، نقلها من نقلة من التنافسية إلى الشراكة. والأولوية كانت للدعم الصحي، قوافلنا الطبية لفت كل مكان في مصر والرعاية الصحية وصلت لكل مستحقيها. بيطلع أساتذة القصر العيني من كل التخصصات بيكشفوا على الناس في القافلة الطبية، والحالات اللي بتحتاج علاج في المستشفى بيتم تحويلها للمستشفيات، واللي هو بيكتب له ومش بيشخص له العلاج ويقول له روح اشتري الدواء، ده بيديله الدواء. او اللي عايز يعمل عمليه بيجي يعمل عمليه في مستشفيات جامعه القاهره ومنها معهد الاوراق. عملنا قافله طبيه شامله بتخصصات طبيه مختلفه، قدمنا الخدمه الطبيه بشكل مجاني لاهالينا في قريه ام دومه، وان شاء الله باذن الله مكملين ان شاء الله في محافظات ثانيه كتير. في قوافل طبيه بتيجي كشفوا على عيالي وعملوا لهم نظارات. كان عندهم ميه بيضاء على العين، كنا على الخير والتحالف، خبط علينا قال لي تعكشف. خدنا العلاج اسبوع وجو قالوا لنا تمشي تعمل عمليات، فجابوا لنا عربيات لحد البيت ومشينا. كانت مشكلتي عندي ميه بيضاء وتغيير عدسات، فجت قافله من المؤسسه فعرفت نفسي عليهم، ما جابوا لي عملوا لي اوراق وحولوني على احسن مستشفيات في مصر. التحالف الوطني ربنا يبارك فيها ويسعدهم جميعا. التحالف كان سند في كل المناسبات والظروف، والقوافل الغذائيه وصلت لملايين من الاسر في مختلف محافظات الجمهوريه. نتيجه العمل على ارض الواقع ولقاء التنفيذيين القاعده توسعت والخدمات توسعت. هيجي علينا رمضان، فقوافل رمضان وصل الخير، قلنا خلاص هنشتغل مع بعض. انت شفت موضوع القوافل قد ايه كانت جميله وقد ايه كانت بتدخل قلوب الناس. علمني الصيد ولا تعطيني سمكه. انا قدمت على شغل مع صناع الخير. كان عندي البيت ما فيهوش حتى سقف ولا في سباكه ولا في كهرباء ولا في اي حاجه، وقعدنا كده طول الصيف وطول الشتاء اكتر من سنه او سنتين واحنا كده. كنت تعبان بالغضروف، كنتش بقدر اشتغل ولا اقدر اوكل اولادي ولا كده. عندهم خبر اني انا راجل يعني ذو احتياج وما عنديش دخل، فجمعيه اورمان ساعدتني في توصيله وصله المياه. دلوقتي الحمد لله ربنا كرمني بصناع الخير، خدوا مني البيت وطلعوني وهم كفلوا بكل حاجه بصراحه يعني، وما اعتنيش هم اي حاجه، واستلمت منهم البيت على هذا الوطن.
قدرت تطلعني من اللي انا كنت فيه، وبقيت انا في المكان الجديد دلوقتي. انا ذات نفسي مش مصدقه خالص. انا بالصدفه كنت قاعده بتفرج على التلفزيون ولقيت رقم، شفتهم عاملين بيوت زي بيتي كده، واتصلت بيهم وقلت لهم ان انا مطلقه وعندي ولدين والبيت بتاعي ما فيهوش سقف وعايزه سقف بس، حتى لو تعملوا لي تحبكوا لي اوضه بس تحبكوا لي خشب حتى. فبالفعل بعدها باسبوع حد جاني وصور البيت، قلت لهم ليه؟ قالوا احنا هنصب لك البيت. فبصراحة ما كنتش مصدقه خالص. بعدها بيومين بالظبط نزلوا لي الخشب وصبوا لي البيت، شطبوه محاره وكهرباء وسباكه وسيراميك ونقاشه وحاجات انا ما كنتش متخيلها ومش متوقعها اصلا. لما جم فتحوا الورشه دي بصيت لقيتهم خبطوا على بابي وقالوا لي تعالي اشتغل. انا ما كانش في مصدر رزق الاول خالص، فبصراحه لما اشتغلت وفرت معايا كتير وكويس. عرفت التحالف ان هي بتعمل حاجات كتير للناس، فجيت اتواصلت معاهم لحد ما وصلت لهم وكلمتهم قلت لهم انا تعبان ما بقدرش اشتغل، فهم ساعدوني وجابوني التريسك. انا كانت مشكلتي ان الحياه كانت صعبه شويه، وجوزي كان ساب الشغل ورجع اشتغل شغلانه يعني بسيطه ومرتبه يعني بسيط. فانا جيت هنا المؤسسه اتعلمت الخياطه واشتغلت، بقيت أساعد جوزي بيها. زودنا الدعم للأسر الأكثر احتياجاً وقدمنا معاشات شهرية ل 600 ألف أسرة. وختام سنة 2022 كان قوافل ستر وعافية. ظهرت قوافل ستر وعافية اللي هي كانت مرحلة أو تغير نوعي في الشغل. نقعد مثلاً 3-4 أيام نجهز، وبعدين الشباب خلاص جهزوا كل الإمكانيات من مواد تموينية، من ملابس، من بطاطين، من أدوية، من لعب أطفال. إحنا عملنا ما شاء الله فترة قليلة جداً 16 قافلة. إحنا بدأناها بسهاج ونهيناها برضو بسهاج، وفي الوسط بقى رحنا الإسماعيلية ورحنا المنوفية ورحنا الشرقية ورحنا الجيزة. ومع بداية عام جديد نقدر نقول إن نجاح التحالف اترجم لعدد كبير من المستحقين. وده اتحقق بمبادرات لفت مصر كلها. قدنا البطاطين والحفا وكلام ده كله في رمضان، الشنط بتاعت رمضان، في العيد اللحوم، من ضمن القوافل وزعنا حلاوة المولد. الناس الحقيقة اتبسطت، شنط المدارس، الناس يعني سعيدة إنك تلاقي في الآخر حد حس بيكي بولادك وبإن إحنا بلد كلنا بنحب بعض. ضم 600 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة تصل إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه. مبادرة إزرع تم زراعتها تحت مظلة التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الزراعة. اللي اتحقق في 2022 كان معجزة بكل المقاييس، بعد انضمام عدد كبير من المتطوعين والجمعيات لمظلة التحالف الوطني. والهدف التكامل مع رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة، جاهزين بخطط 2023 اللي هتكمل مشوار التحالف وتساعده يوصل لعدد أكبر من المستفيدين. وهنكمل الحلم اللي تحول لحقيقة مؤثرة في أقل من سنة، نوصل لكل أهالينا، ما نسيبش مصري محتاج مساعدة، مدعومين بقوة مؤسساتنا وحماس متطوعينا في كل مكان على أرض مصر، وبدفعة رموز العمل الخيري اللي دعمونا في بداية مشوارنا وبنهدي نجاحنا ليهم. الدكتورة أنيسة حسونة، الشريكة المؤسسة في التحالف الوطني اللي رغم فراقها لينا لكن الطاقة اللي سابتها لنا في التحالف لسه بتقوينا وبتفكرنا برسالتها. هو احنا هدفنا ايه في الاخر؟ غير ان المجتمع المدني يبقى بيتعاطف مع بعضه البعض، يبقى بيتكامل مع بعضه البعض، وبيحقق الحاجات اللي احنا منتظرينها، مش اكتر من كده. فانا رأيي ده مشروع رائع، ان شاء الله هيجيب نتائج كويسة جداً.